إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. دكاترة ديل إلا من رحم الله أغلبهم، حدث عنهم ولا حرج، العطالة فيهم وهم الأغلبية العطالة، منهم أغلبية عطالة. شفت كيف بيتفلسف عليك؟ شغل أواري سألوا عن مسألة وقسموا إلى سبع مسائل، تروح أنت كده تمشي إلا الكلاك لللف وتجي ما بتفهم حاجة. ده عشان لو لقى الكلام قال خاصة عمل يدينه كده. إذا نظرنا إلى صوفية السودان وحال السودان، كلهم دعوات شرك ودعوات كفر. صوفية السودان وصوفية إيران وصوفية اليابان وصوفية إيطاليا وصوفية السعودية كلهم عطالة. يا أخي ده صفا يا أخي، ما تجيب قدامي، ما تجيب صورة الصوفة أبدا. ناس صفلة، ناس مجرمين، حتى في التوحيد يختلفون معنا، حتى في التوحيد. وأنا أذكر كنت بتكلم مع واحد قلت له هذه المحاضرة بعد ما قال رئيس الجماعة لا تقوم، هي حتى لو كانت في تأصيل التوحيد بعد كده ما تقوم، دي ما قضية، لكن الجماعة عندها رئيس، الرئيس قال ما تقوم حتى لو في التوحيد. مثل هذا متأهل للكلام في دين الله فضلا عن قيادة الجموع من الشباب يقودهم إلى منحرهم ليذبحوا ذبح النعاج. وعلى شاكلته كثير كشيخ الضلالة، ومن لف لفة ونحى نحوة من مشايخ التغري، ومن كان معهم عاملهم الله بعدله. إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقان. إخوة الإسلام، نشكر لهيئة شؤون الأنصار دعوتها لنا، ونحن لنا علاقة خاصة ومتميزة مع هيئة شؤون الأنصار ومع حزب الأمة خاصة، ونحن يعجبنا مظهر الأنصار ومظهر القوة والفتوة التي هي من مظاهر الإسلام، ولنا علاقة متميزة على مر التاريخ بالأنصار، حيث كانوا يتعاونون معنا دائما في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. قال الجماعة، جماعة أنصار السنة تحت المركز العام، قال الجماعة تدعو الصوفية للحديث عن ذكر المولد من داخل خيام الجماعة. إخوانا في غش أكثر من كده، في ضياع أكثر من كده، آلاف البشر الليلة فاتحين خشوم راجين، ناس زي ديل ينشروا السنة، يعلموهم الدين، يعلموهم التوحيد، يعلموهم السنة، يعلموهم إنه البدعة ما يعملوها. قال وأبدى الماحي استعداد الجماعة للجلوس مع الصوفية والجماعات الإسلامية الأخرى للتوقيع على ميثاق يدعو للدعوة إلى الله بالحسنى والألفة واللين، معتبرا أن ما يسار عن وجود عدد ما يسار عن وجود أعداء مع الصوفية مجرد إثارة تخالف الواقع من خلال علاقات الجماعة الحميمة مع قيادات الطرق الصوفية بالسودان. تبلى الجماعة، تبلى لها. دي تابع لوين؟ ده سلفي؟ لو انتو فرتكتوا جماعة وحدي وانا بغيظني وحدين يجي ملك فيها جهودية باركوها؟ لا ما باركوها، ده لابد من خمشهم والرد عليهم، والله الذي لا إله غيره. وأي كلمة أنا بقولها هنا عندها علامة مستندات وأدلة وناطح بها الجبال الرواسي، دكتور بروف أي عاطل جيبوا هنا خلاص. وبعدين احنا ما شغالين بيك، تعمل محاضرة في الفتح تفتح راسك تقعد في الفتح تبيت تسكن هناك، ما عندنا معك شغل، احنا ردينا عليك والبرنامج انتهى. تبا لهذه العقائد الباطلة، تقول لي أنا دار أعمل علاقات حميمة
حميمة مع التصوف، حميمة مع الشرك، حميمة مع البدعة، حميمة مع الضلال. يا ناس أفيقوا يا أنصار السنة، أفيقوا يا أنصار السنة، ما تهلككم السياسة والقروش والمال وحب الجاه وحب السلطة وحب التراوس، ما يضيع دينكم وعقيدتكم. وين الآن مشايخنا اللي بيسموه؟ وين مشايخه؟ وين الدكتور خالد عبد اللطيف؟ ده مشايخه. وين الشيخ محمد مصطفى عبد القادر؟ قال بيقوم على الصوفية وبنبس للصوفية عمره كله، وينه؟ وينه من القرارات تحت الدكتور إسماعيل عثمان؟ وينه من المواقف بتاعت أنصار السنة المركز العام؟ وين النازل؟ ها؟ ساكتين ليه؟ أنت مش علماء؟ مش بتعرفوا تتكلموا فينا نحن؟ مش نحن لو قلنا كلمة واحدة تقوم علينا الدنيا كلها؟ ها؟ الآن لقيت بيان قال موزعه استفتاء عام، استبيان عام، موزع دكتور الحواري، حواري موزع استفتاء، قال عن كلام بتاع مزمل بيسأل فيه الشعب السوداني هل الكلام ده حلال ولا حرام؟ ما رأيك وماذا تقول؟ وآراء أخرى، وهل إنه تتكلم في مزمل تعمل استفتاء عام؟ ما تعمل استفتاء عام عن التصوف والشركة في البلد دي؟ أعمل استفتاء عن الشرك، أعمل استفتاء، أمشي ناقش الشعب ده وأسأله عن البدع والشرك بتاع البرعي والضلال بتاع البرعي والشرك بتاع الصوفية والضلال بتاع الصوفية، ده كله سكتت منه يا هواري وما قلت فيه كلمة واحدة، سكتت يا خالد عبد اللطيف على الكلام ده كله، وتجي تفلح وتتكلم فينا احنا؟ الى الله المشتكى، الى الله المشتكى. اسال الله عز وجل ان يبرم لهذه الامه امر رشد يعز فيها للتوحيد، يعز فيها للتوحيد، ويذل فيها للشرك والضلال والتخاذل. اسال الله عز وجل ينتقم منهم كلهم. مشكلتك معنا احنا؟ التصوف ملأ البلد، الشرك ملأ البلد، الشرك ملأ البلد، الضلال ملأت البلد، ما تفلح تتكلم فينا احنا؟ احنا بنشتغل دعوتنا وبنقابلكم بعدين قدام الله، والله الموعد، بنقابلكم كلكم قدام الله تبارك وتعالى، وهو الحكم العدل الذي لا يظلم أحدا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. السلام عليكم ورحمة الله. بأدلة القرآن أبطل سحركم، وبه أزلزل كل من لاقاني، هو ملجئي هو مدرئي هو منجني من كيد كل منافق خواني، إن حل مذهبكم بأرض أجدبت أو أصبحت قفرا بلا عمران، والله صيرني عليكم نقمة ولهتك ستر جميعكم أبقاني. مش الصوفية الموضوع انتهى في الانتخابات؟ هس اللي يا مادي جاب لنا جماعة أنصار السنة المحمدية بالتعاون مع دعاة، أنا الإعلان لقيتهم بارح جمع حديقة الغرش، بالتعاون مع دعاة جمعية إحياء التراث فرع السرة، صحيح والله يا السرة، فهمت؟ كلهم بيقوا أولاد السرة، السرة دي ما بقت الموضوع بتاعها تقل، فهمت؟ الحاصل جابين واحد اسمه خالد المشيقح، ومن جمعية باطلة وجمعية فاشلة وجمعية بتاعت إخوان مسلمين. أما جمعية إحياء التراث فينبغي أن تسمى جمعية إمادة التراث، أي تراث أحياه، فإنهم فرقوا كلمة أهل السنة، فرقوها في اليمن وفي مصر وفي أرض الحرمين ونجد وفي الكويت وفي السودان. مجموعات بتلعب ساكت، بتلفوا الدور، بتلفوا الدور في كسر. هناك في واحد اسمه الأمين الصادق وما أعرف ليك مين، أحمد محمد طاهر، جام عبد الحي الكلام ده قبل 13 يوم تقريبا، فهمت؟ جام عبد الحي هناك قاموا حضنوه، فهمت؟ أنت سروري وأنصار سنة أنا ضمن الريال فمن يفصلنا، فهمت الحاصل؟ باعوا الشغلانية كلها، والله العظيم أنت بعد عرفت الدعوة السلفية وباعوها بالأدلة، لو مشيت مع ناس فضيلة شيخنا الإمام، لو مشيت معهم بيقول لك أترغب عن جماعة المركز العام وبتتورط بعدين، فهمت؟ فعشان كده يا أخواننا ده دين، الزول ما يلعب في دين، والتصوف في الدين موجود. يا ناس ديل ما نرد عليهم، ديل لما نرد عليهم يبقى نحن دعاة فتنة؟ يا أخي اتقوا الله يا أخي، يا أخي ديل أضاعوا الإسلام، أضاعوا الدين. ده دكتور إسماعيل عثمان. بعد ده صار السنة المركز العام، ده البنت ميلوم شيخ الفتيحات، وما دار نجيب اسمك، تلك أمة قد خلت، عرفت كلامي؟ ده دي مجلة الاستجابة، دي هي ولا دي ما هي؟
اي زول يشوف دي هي ولا دي ما هي. السعر 3 جنيه برضو طبعته انا. افتح افتح الصفحة الاخيرة يعني ما تراجعوا بعد ذاك. الصفحة الاخيرة دي ما بداني تراجع عرفت الا في عدد جاي ان شاء الله لما نبقوا سلفين. افتح افتح الصفحة 43 اهو ده اخر ورقة في الوجه البجاي. قال الرئيس العام للجماعة يقدم مشروعا عمليا لوحدة الصف الإسلامي. طبعا بيعملوا غدا بيعزموا الصوفية والصايم ديمة وانا ما عارف بيتغدى بيكون سافي الحظ شنو. قال جماعة أنصار السنة المحمدية بالسودان مؤتمر وحدة الصف الإسلامي تحت شعار واعتصموا بحبل الله كلمة حق أريد بها باطل تحت رعاية فضيلة الشيخ الدكتور إسماعيل عثمان محمد الماحي الرئيس العام الزمان السبت ما عارف ليك 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 المكان مباني المركز العام الخرطوم السجانة. آها ماذا حدث في المؤتمر؟ يذكر أن المؤتمر حضره قادة العمل الإسلامي. قادة العمل الإسلامي معناته ديل ناس شنو يا جماعة كويسين ما شاء الله ديل منو ديل وممثلين للطرق الصوفية والحركة الإسلامية وهيئة شؤون الأنصار وهيئة علماء السودان وما أعرف ليك جامعة أفريقيا العالمية ومنظمة زنورين ومنظمة المنتدى الإسلامي ومنظمات المجتمع المدني وجماهير أنصار السنة. ديل سلفيين؟ فتش عن سلفيين وطلع بيان قال لكم أبو بكر المرة الفاتت هنا أعلنوا خلاص تآلف بين أنصار السنة والسلفيين. شيخك بتاع الفتحاب قال المركز العام هو الواجهة السلفية شنو؟ الوحيدة. إخواننا أنصار السنة المركز العام جاب الدعوة في البلد دي اللي هو أساس الدعوة السلفية وإن رغبت منوف الدعوة السلفية بتمثلها في البلد دي أنصار السنة المركز العام. طبعا العلم رضيت أم لم ترضى لكن بتمثل الدعوة في السودان من حيث الناحية التاريخية وما زال جماعة أنصار السنة أو دي الواجهة السلفية الوحيدة. ولكم التعليق ولا تعليق. سلام عليكم. وأريد أن أبدأ من هنا بود البلة. هل ترى بناء على ما ذكرت في نهاية الحلقة الماضية وقررت في مبتدأ هذه الحلقة أن القواسم المشتركات بين جماعة أنصار السنة المحمدية وبين التيار السلفي عموما والتصوف هي كثيرة ويمكن تعزيزها والبناء عليها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. فلا شك أنه القواسم المشتركة في تقديري خاصة إذا نظرنا لصوفية السودان وسلفية السودان يمكن أن نجد قواسم مشتركة كثيرة جدا نؤسس عليها ونبني عليها. ونحن حريصون أن نؤكد على هذه المعاني وأن نعمقها أنه نوجد قواسم مشتركة صحيحة وسليمة ويحدث الاتفاق عليها بيننا وبين الصوفية ثم نوسع هذه القواسم المشتركة لأنه أي إنسان مسلم لا شك أنه يتطلع لوحدة إسلامية حقيقية ولوحدة إسلامية يعني مثمرة تنفع العباد وتنفع البلاد. ليس هنالك ما يعرف بالشرك أصلا عند المتصوفة يعني إذا كان هذا يصدر من جهلة المتصوفة فإن القضايا الخطيرة جدا التي تصدر من خاصة السلفية أيضا تحتاج إلى مسألة يعني مناقشة. خلينا أنا لو عندك تعليق على الكلام ده سريع. لا عندي تعليقي يعني أنا أشكر الشيخ محمد والصوفية تقبلوا أنصار السنة في لحظات أشد من ذلك. أنا أتوقع أنهم يقبلون الآن بصورة أرحب يعني وصدورهم ويعني صورة التسعي للحوار أوسع من كده. عليك الله ده ما خازوك أه؟ والله خازوك كبير ده. أكلمك النصيحة يا ناس هو التوحيد ده لعبة؟ الناس قالين التوحيد ده شعارات؟ أكلمك النصيحة الآن الدعوة بتاعت التوحيد عند أنصار السنة صارت شعارات فقط بس شعار دعوة التوحيد. شفت غير الشعار ده ما في شيء تاني. تعال جامعهم الآن أقول لك شيء خلي الدوني فرصة في أي جامع حقهم أي جامع ولا بجيب اسم البرعي ولا الصايم دي مش أسماء ما دارينا أنا ما بجي اسم الزول لكن بتكلم في التوحيد والعقائد الخربانة والقصائد في التلفزيون وفي الراديو والعقائد في الكتب بتكلم عنها بصراحة
متأكد أنا من الجمعة دي نص الجامع ده بيطلع برا والله يطلعوا، لأنه قاعدين عقيدة وقاعدين جوا. السبب شنو؟ إنه الداعية اللي بيكلمون الشيخ اللي بيكلمون ده زول ما واضح وما أمين، ما عنده أمانة. ترى عندك أمانة المستمع لك ده خليك أنت أمين معاه وقول له ده الحق وده الباطل، داير يجيك يجي ما داير يجي يمشي. أنت داير بقى شنو؟ مصلحتك فيه شنو؟ طيب السؤال، هل تبدعون كل أنصار السنة عينا؟ لا، ما بنتكلم عن أنصار السنة عينا، نحن بنتكلم عن الشيوخ الردين عليهم والمنظراتية، ديل كلهم مبتدع، فهمت؟ الشيوخ ديل نحن بنتكلم عنهم. أما أي أنصار سنة نقول هو مبتدع، نحن الكلام ده ما بنقوله. عارفين في ناس بتاعين حق وخشوا الدعوة السلفية دي، وإذا بينت لهم الأدلة ناس بتاعين توحيد ولسه ما فكوا شغلانية، شغلتهم كلها دعوة إلى التوحيد ومنابذة للمتصوفة زي ناس البرعي. أما دكاترتك باعوها وصغير رحم، فهمت؟ بدل الواحد يتكلم في البرعي، ربنا يعني بتلقى في قناة السودان قبل الإفطار الكلام ده في رمضان بيجيبوا محمد المنتصر الإزارق يقول لك الأولياء بينفعوا ويضروا، والولي يقول لشيء كن فيكون، وممكن تقول أنا الله ما في حاجة ويجيب له أدلة. بعديها طوالي الاستوديو بيخشوا محمد الامين اسماعيل ايش بكك والخشيه وكذا، ده من الدين لكن ده مجرم وسق على غايد الامه. تتكلم لي في الخشيه؟ من الخشيه انك ترد على المجرم ده، هذا لافاك الاثيم، فهمت؟ فديل باعوها الديل بنتكلم عنهم مبتدع. اما اعيان انصار السنه كلهم، عشان نقول في ناس بتاعين حق وناس شغالين دعوه ولا شغالين بهم، فهمت؟ نحن نعرفهم وقد لا نعرفهم لكننا شغالين دعوة للتوحيد. الشيوخ دل سمموا كثير من أفراد أنصار السنة. هل دل شيوخ ومدكترتهم خلاص؟ فالناس دل زاتهم بقى يعاونهم، بل بقى يكرموا الصوفية في المركز العام، كرموا ودى الصايم ديمة، وكرموا شيخ مرشد الطريقة السمانية، وقال إسماعيل عثمان لقد درجت الجماعة على دعوتهم إلى المركز العام. دل اللي انت بتحاربهم وعاديت ابوك من اجله الصوفية، ودرجه الجماعه جماعه انصار السنه على دعوتهم الى مباني المركز العام مرارا وتكرارا. ودكتور خالد قاعد دكتور في العقيده تهبشه يقول لك انا زكاني الفوزان، زكاك عارفك بتسوي كده، فوزان لو عرفك بتسوي كده كان اداك شلوت في راسك، عرفت كلامي؟ ودكتور خالد ده شنو؟ دكتور خالد ده عضو من أعضاء المركز العام، وديل اللي بيساعدوا في تعيين رئيس المركز العام ذاته، زي مجلس الشيوخ هناك في أمريكا. عشان أقرب لك الفهم يعني ديل فوق الرئيس ذاته. تقال زول فردي ساكت، كرموا الصوفية، أدوا كتاب الله المصحف الشريف، أدوا له واحد كافر الدبلوماسي الأمريكي، واحد من القائم بالأعمال الأمريكي، أدوا المصحف كلام الله جد، أدوا له، وده حرام كما ذكر الإمام النووي في كتاب المنهاج شرح صحيح مسلم من الحجاج. واستدل الفقهاء على حرمة إعطاء المصحف للكافر المشرك بقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض العدو. أما الرد على شبهة إنه الرسول صلى الله عليه وسلم في البخاري كتب إلى هرقل عظيم الروم يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء الآية، رد على النووي قال يجوز أن تكتب آية واحدة أو آيتين أو هكذا في ورقة ما المصحف وتعطى للكافر ليسلم، ولكن حرام أن يعطى الكافر المصحف إجماعا. ديل دكاترة أنصار السنة. هسا كلامي أنا ما أقدر أقوله مجلس أنصار السنة، أجي أتكلم عن محمد المنتصر الإزيري، أجي أتكلم عنه أول زول بيستحضر لا صوفي لا سماني لا أنصار مهدي، أنصار سنة أول زول بيستحضر. وحصلت لنا في برانكو، مشينا مسجد جمعية الكتاب والسنة لأنه الختمية جو عملوا غزوة بالعكاكيز، جلدوا ناس الجمعية بعد صلاة الصبح، غزوة صباحية، ركبنا حفلات قلنا ننصرهم، وده لسه ما كنا عارفين انهم ضالين مرة واحدة ناس الجمعية. أجرنا بص الوالدة نص كبير كده ومعاه عربات، كم مشينا هناك نزلنا في مسجدهم قلنا لهم ده يتكلم عن الختمية، قالوا لا هذه الكيف بس يا اخي. اذا كان اللي بيحاربوا الدعوه الناس
بيسموا نفسهم زورا وبهتانا انهم سلفيين وانهم انصار سنه وانهم جمعيه كتاب وسنه وانهم صفوجيه وانهم سلفيين ديل هم الان اللي بقى حرب الدعوه بيقول انا حائط صد بين الصوفيه بينه وبين الصوفيه عشان كده احنا قاعد نجلد انصار السنه في اي محل لانه الناس ديل بيقول لنا خوازي كبار بل احيانا الحلقه حقتنا يمشي ينادوا لنا ناس الامن يقول لهم وقفوا الحلقه ديل انصار السنه المحمديه كما فعل محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب وغيره من المجرمين والضالين والمبتدعه في حلقه 17 ام درمان تاع الامن ذاته الضابط هو اللي قال كده بشهود بشهود قال الفتح فيكم بلاغ عشان يوقفوا حلقه 17 ام درمان محمد مصطفى عبد القادر ومحمود ادروب تين الناس عندهم دخول لهنا وبياكلوا اموال السعوديه وبتجيهم مرتبات من هناك من السعوديه ياكلوها في بطنهم السعوديين قايلين انهم شغالين توحيد وهم اول الناس اللي بيحاربوا التوحيد ودعاة التوحيد ويقفوا في الصف دعاة الشرك بل يكرموهم يعزموا الصائم ديما غدا في المركز العام تبا لهم وتبا لناس المركز العام وللاكل الاكل وصائم ديما ذاته وصية القحطاني بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله.